هدفنا كلنا ان احنا نعمل حاجه محترمه للصناعه، يعني حاجه مفيده جدا للصناعه، وتشرف الصناعه المصريه اللي هي بقى لها اكتر من صناعه السينما المصريه بقى لها اكتر من 100 سنه ودوله، ونعمل حاجه تبقى مقصد بعد كده سياحي لكل محبي السينما انه يجوا مهرجان الجونه يستفيدوا ويتفسحوا. ويمكن الهدف الرئيسي زي ما قلنا كلنا هو الصناعه، وده زي عشان كده يمكن انت بتقول كلمه مضمون، احنا مركزين في المضمون جدا، وعندنا كذا انيشيتيف جديد يدعم الشباب الصغيره ويدعم وجود مشاريع تتخلق من المهرجان. كلنا عندنا نفس الرؤيه، وكلنا شفنا قد ايه اللي جاب المهرجان اثر في شباب كتير جدا، كان المهرجان بالنسبه لهم ملتقى بيطلع بيفيدهم وبيطلع مشاريع جديده. بالنسبه للناس اللي بتحب تتفرج على المهرجان على حفل افتتاح وحفل الختام، ان شاء الله نقدم حاجه مشرفه ليهم. الناس اللي بالنسبه للناس اللي هتيجي الجونه، احنا خلقنا كل الفعاليات في مكان واحد عشان يقدروا يبقى بالنسبه لهم الموضوع اسهل. فاعتقد يعني الجونه الدوره السادسه ان شاء الله تبقى حاجه يعني ناس زي ما هم مستنيينها. انا يعني واحد من الناس اللي تابعوا مهرجان الجونه من بدايته خالص، من الدوره الاولى سنه 2017، وحضرت كل الدورات كضيف وكمشارك وكجزء من صناعه السينما وكناقد بالاساس، وشفت ازاي المهرجان بيكبر وبيتطور وبيكون ليه مساحه مهمه في صناعه السينما العربيه، وليه حضور ابرزه غيابه السنه اللي فاتت. زي ما الاستاذ انشال تميم مدير المهرجان قال، لما تغيب ويبقى تاثير غيابك واضح بالشكل ده بيبين اهميتك. كمل حسن حظ ان انضم للفريق السنه دي مديرا لمنطلق الجونه السينمائي سيني جونه سبرينج بورد، اللي هو برنامج المهرجان المخصص لدعم الافلام مشروعات في مرحله التطوير ومرحله ما بعد الانتاج. واحد من الاجزاء المهمه في المهرجان اللي ساعدت على مدار السنين اللي فاتت في خروج افلام مهمه جدا للنور، من ضمنها وداعا جوليا الفيلم السوداني اللي فاز بجوائز مهرجان كان، واللي هيتعرض السنه دي في الجونه، واللي بدا رحلته كمشروع في التطوير في الجونه من عده سنوات. يعني الميراث كان قوي، ما اضطرش ابدا من الصفر، بالعكس ده كان عندي برنامج قوي من بدايته وناجح من بدايته. هتلاقي في الملف الصحفي 20 مشروع اخترناهم للمنافسه على جوائز المنطلق السنه دي، والجوائز هنعلنها خلال الايام الجايه، بس هيكون رقم ضخم يعني لن يقل عن 200,000 دولار ان شاء الله. اتقدم لنا اكثر من 160 فيلم، اكثر من 160 مشروع، سواء في مرحله التطوير او ما بعد الانتاج، وكان في لجنه دوليه فحصت المشروعات ووجدت صعوبه بالغه في ان احنا نختار ال 20 اللي هو اقصى حاجه ممكن نوصل لها. وطبعا خسرنا مشروعات احنا كنا نفسنا تكون موجوده، لكن في النهايه دي قواعد اللعبه. واظن ان ال 20 مشروع الموجودين ان شاء الله هيكون ليهم مستقبل كبير، سواء في السنين الجايه دي على طول المشروعات اللي في البوست برودكشن هتطلع خلال السنه دي او السنه الجايه، او المشروعات اللي في التطوير اللي لسه محتاجه سنتين ثلاثه على ما تخرج للنور. بس انا واثق ان بعد ثلاث سنين هنقول ان عندنا فيلم كذا وكذا وكذا، اللي كان في كان واللي كان في فينيسيا واللي كان في برلين بداوا من الجونه. مبسوط انه المهرجان رجع. انا حتى قبل ما اكون جزء من فريق المهرجان، لما المهرجان توقف السنه اللي فاتت، كنت شايف ان ده امر مضر جدا للصناعه، لانه في جزء كبير من الدعم اللي بيروح له بقى افلام مهمه بيجي من مهرجان الجونه، في حاله من الزخم ومن اللقاءات بتحصل دايما خلال المهرجان. فانا كحد محب للسينما وحد بينتمي للصناعه، الناس كلها مبسوطه ان المهرجان رجع، فحد زي كده كنت شايف انه عوده المهرجان مهمه. وانا شايف انه السنه دي والبرنامج اللي اعلن عنه حتى الان في احتفاء كبير، وشايف انه ده كويس. في بعض التغييرات حصلت في الفريق، في بعض التوسعه حصلت في فريق المهرجان باضافه اقسام مهمه زي السوق وزي الجزء بتاع مبادره الشباب. وانا اعتقد انه الحاجات دي كلها بتصب في توسعه مهمه لمهرجان الجونه، وكان امر حتمي نتيجه انه الاقبال بيزيد ونتيجه انه في ناس كتير عايزه تحضر المهرجان. فانا اعتقد انه رعايه عدد كبير من الشباب، وفي نفس الوقت الاهتمام اللي ما زال متواجد وحاضر بقوه بافلام كتير، انا شايف ان هي من اهم افلام السنه، وخاصه التواجد المصري السنه دي كمان مهم جدا في المسابقات المختلفه. انا شايف انه الوضع حاليا
بيضيف للدورات اللي فاتت بشكل واضح، واتمنى ان ده كمان يترجم على شكل كويس في ارض الواقع وقت المهرجان. عايزين نركز اكتر على المضمون بتاع المهرجان، سواء الافلام او الصناعه، اكتر من فكره الريد كاربتس واكتر من فكره الاحتفاءات او الاحتفالات. وانا اعتقد ان ده كان حاصل بشكل ما في الدورات اللي فاتت، لكن ما كانش في القلب الحدث. واعتقد انه ده جزء كمان هنشكر فيه الصحافه لاحقا على التركيز على ده، لانه فعلا البرامج الخاصه بالصناعه السنه دي توسعت قوي، واعتقد ان هو هيبقى من المهم ان هو تغطيتها بشكل كبير. ده تحدي كبير جدا بالنسبه لي. مهرجان الجونة مهرجان كبير ومهم وداعم للسينما، وانا افتخر ان انا اكون من ضمن الفريق. وانا سعيد انضميت للفريق من 3 أشهر بس، ولكن اعتقد انه في حاجات مهمه اتعملت من وقت ما انا انضميت، بس كان في شغل اوريدي معمول قبليها من الفريق اللي موجود، وعلى راسهم انتشال التميمي طبعا، والفريق اللي موجود خاصه بالنسبه للبرمجه. في اهتمام كبير السنه دي بالسينما وبصناعه السينما، المنصه والجسر والمبادره الجديده للشباب والسوق والجمهور. في اهتمام كبير جدا عشان يبقى في جمهور كبير بيتفرج على الأفلام.